نعم لحقوق البصرة. خرج هؤلاء في مظاهرة للمطالبة بجملة من الأمور، منها توسيع صلاحيات الحكومة المحلية في البصرة وزيادة حصتها من العائدات النفطية والمنافذ الحدودية، والدعوة أيضا لإطلاق 10,000 وظيفة كان قد وعد بها الشباب سابقا. المظاهرات نظمتها حركة جماهير البصرة التي تصف نفسها بالتيار السياسي ذات التوجهات الليبرالية والجامع لكافة أطياف المحافظة. خرجت هذه المظاهرة اليوم متمثلة في حركة جماهير البصرة، وهذه حركة سياسية شعبية تؤمن بالفرد والليبرالية. مطالبنا اليوم أولا هو زيادة حصة البصرة من البترودولار إلى 10 دولار حتى نعالج الفقر، ومطلبنا المهم توسيع صلاحيات الحكومة المحلية المتمثلة بجناب الدكتور خلف عبد الصمد خلف محافظ البصرة، الرجل الذي أطلق آلاف المشاريع. ومن هذا الحديث يتضح بأن المظاهرات هي مؤيدة لسلطة البصرة المحلية، ومطالبها الشعبية رفعتها إلى الحكومة الاتحادية التي حملتها مسؤولية تردي الواقع الخدمي في المحافظة. مواطني محافظة البصرة لهم عتب كبير على الحكومة المركزية، ويطالبون الحكومة المركزية ومن خلال الحكومة المحلية تلبية احتياجات ما يتعلق بالكهرباء وما يتعلق بالماء الصالح للشرب. ومن بين هذه الأصوات برز صوت مخالف للمتظاهرين، موجها سهام نقده للحكومة المحلية ومستغربا من تبرئتها من الإخفاق الخدمي. مع الأسف أنه التظاهرة كانت تنادي باسم الحكومة المحلية، وكأنما الحكومة المحلية بالبصرة ممثلة بالسيد المحافظ حققت لنا كل شيء. لحد الآن السيد المحافظ، أنا أرد أذكره بالثمانينات، أنت من كنت بالمعقل كنت تشرب ماي من الإسالة مع الميناء. لحد الآن إحنا من 1980 لحد اليوم ماي ما عدنا نشربه. عنصر بعثي فاسد سويت القاوية. عنصر بعثي فاسد والحسين حرقكم هناك. وهكذا كان المشهد بعد هذا الكلام مباشرة. هجوم على كادر الحرة وقنوات إعلامية أخرى من قبل أحد موظفي ديوان المحافظة وبعض المتظاهرين، حيث توعدوا بمنع دخول الإعلاميين لبناية السلطة التنفيذية إذا عرضت هذه المقابلة، واتهموا المواطن الذي تحدث بأنه بعثي رغم أنه كان من سكان مخيم رفحاء الذين فروا من بطش نظام صدام عام 91. التطاول وأيضا الاعتداء الذي حدث اليوم على بعض الصحفيين والإعلاميين خلال تظاهرة اليوم هو اعتداء غير مقبول، ومن قبل شخص وأنا أعتقد بأنه موظف في المحافظة، بل كان هذا الشخص موظف في المحافظة وكان أيضا منظم التظاهرة. وكان الاعتداء طبعا فاحش جدا عندما قال لأحد الصحفيين والإعلاميين سأقطع رجل كل صحفي يصل إلى المحافظة، وهو تكلم بهذا اللغة عندما قال أحد المتظاهرين نحن نطالب المحافظ بالإصلاحات، وبالتالي هذا هو الرأي والرأي الآخر. في غضون ذلك أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة عن تشكيل لجنة للتحقيق في حادث الاعتداء على الصحفيين، فيما قدم مكتب الأمن في المحافظة اعتذارا لمن اعتدي عليهم. من مدينة البصرة سعد قصي، الحرة.